وردينا في الحلقة الثانية. أول ما رديت الحلقة الثانية كبرت شوي المدينة، نزيد المدخول، نبى نبني محطات شرطة وغيره ونعدل، وضربنا إعصار. والإعصار يا ويل حالي، الإعصار هذا هدم لنا بيوت. تستوي الواحد يضرب إعصار؟ طبعا لا، ما بهدم. أفا بوند، يلا أهدمه خلاص، حطي حديقة ثانية. يقول واجين يموتون، هو بطبيعة الحال وايد ناس تموت، لكن افتتحنا المكان نحن بعصار، افتحنا الحلقة بعصار، فلا بد. ويا الحديقة محلاها، الحديقة هاي بدي احطيها في الوسط بس بتخرب على البيت. على صديقنا 4800، حطي الحديقة تستاهل، جميلة يا اخي. تو تتزوج؟ شو هي تتزوج؟ نحطي فيها فونتن بلازا، سمول فونتن بارك، رفلكتنج بارك، شكله شيء جميل هذا. اوكي بخسر فلوسي، انا احس انه وايد اخسر فلوس بالطريقة هاي، بس بنشوف يا يعني انا نسلم، يا يعني انا نروح مرة بروك خلاص، يعني ابند الخط هذا بكبرها بنده انا والحظ. الحين ريس تاكسس، خلنا نرفع الضرائب. اوكي خلنا نشوف، الناس بتزعل بعد شوي، بس هل السكان بيزيدون؟ يا الله مسرع تطوروا، جميل 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 جميل. لازم ننزل ضرائب 9%، ما اقدر. هذا خله 11%، خلي البيوت تنبني كلها وشوف. فكني انت الحين. اوكي خلنا نجرب. 69، نزل من 800 شخص لأرقام صغيرة، بس اذا خليت الضرائب عالية الناس بتبدأ تتشكى، تبدأ تطلع. هاي كانت الحركة هاي، متهورة وايد الصراحة، يعني تهورت وايد في الحركة، المفروض ما تهور التهور هذا. اعرف ان ما عندي بلاي ستيشن، واعرف اني ساحب عليكم. لو انزل 178، انا 10%، انا 10%، او ابند هذا حاليا. ايوه ابند حاليا، نزيد توكس لين اخر شيء اقدر ازيده، بعدين بنزله. الناس تزعل شوي بس مش مشكلة، عارف يزعلون. 13% وايد، 13% وايد ضرائب، 13%. وسكرت الحديقة لأن صراحة تكلفتها عالية على المدينة، استعجلت فيها شوي. جبت العيد في الهدية هاي، ما عليه ما عليه، مش مشكلة. خلنا نشوف، واجهنا مصيبة حقتين مع اللعبة، فمش مشكلة. بنسكر هذي، خلي التاكسي فوق، خلي فوق، خلي فوق. 15 بسكه، في مجرمين قاعد يتمشون في المدينة وانا قاعد اخطط، بس ما في فيليت حيلة. هذا اللي ممكن نسويه الحين، كل اللي نقدر نسويه هذا.
ترية اني ابني مركز شرطة وبنزل عليكم الضرائب، بتزعلون شوي بس بعدين بتستانسون. زين 12%، كم بينزل؟ 9%. كم اوكي بنعيش على 9%، يرجعون ويستانسون. ها مركز الشرطة يغطي كل مكان تقريبا. بيكون في هود هني فريج مشاكل، بيكون في فريج مشاكل، لازم من فريج مشاكل. فتحناها بعصار ويبنى العيد في الحديقة هاي. كم التكلفة مال هاي ديلي حاليا؟ خلنا نشغلها نشوف. 700؟ لا مش شغلها، توي بلوي. اذا قدرت اثبت الاقتصاد عليها انا بخليها. هي قدرت اثبت الاقتصاد عليها. زين ليش زعلانين؟ ليش لو لاند فاليو زعلانين بعد؟ عندكم ارض زين، شو نحطي لكم هذا؟ حطي لهم حق الاصغرية ما يزعلون، ما بنهدم كل شيء. ايوه الاصغرية بيستانسون. في حد ياسر في الملعب اصلا؟ بلاي جراوند ما في حد. ما تقولون تبون فاليو؟ وين الصغارية اللي بيلعبون؟ يلا وينهم؟ مش موجودين. ويحتشرون بعد؟ لا ويحتشرون، لا ويحتشرون، ويحتشرون، ويحتشرون بعد. احنا نحاول هني نناظر عقب الأزمة اللي أنا سويتها، الأزمة العالمية اللي هي ما في حد قاعد يزيد. والله أني سويت أزمة عالمية صراحة، كان مخطط ابدا، ما كانت الفكرة ممتازة ابدا. ما انا خلى الشارع مسكر بس مقابل هذا بيوت مش سيء يعني، مش سيء. لو لاند فاليو، كيف لو لاند فاليو هذا عندكم شغال الحين؟ هذا اللاند فاليو، شوف معلاه اللاند فاليو مالكم، هاي المساكين ما عندهم. وهذا يتشكى آخر شيء يمسك. خل نهدمهم، يجي غيرهم يسكن يطلع عماير. يمكن يوم سكرته، يمكن يوم سكرته عطاني لو لاند فاليو اللي سوى لي أزمة وياهم. الحين تعودوا على العز بعد، ما يبون دراكشون ماي دريم هوم. اوكي اشكرك، هات دريم هوم، سوي عائلة وزيدوا عدد سكان وهاتوا عيال واستانسوا. انا بستانس، هذا المطلوب اصلا انكم تتكاثرون. تكاثركم يسعدنا، نعم هذا ما نبحث عنه، نريدكم ان تتكاثروا وتفرحوا تصبحوا من الطيبين. حطي عندهم ملعب، وبحطي عندهم تنس باسكت بول احسن. هذا باسكت بول، خذوا الباسكت بول سكو. نعم ما يكفي، كيف ما يكفيهم هاي السؤال؟ كيف ما يكفيهم؟ كهرباء قامت تتحرك، الماي ثابت، كهرباء اساس انه يتحرك. شوفوا هني الامتداد، حطي له لوحة كهرباء بعدين نتفاهم معه. امسك لوحة الكهرباء، عصارة عصار يا عصار، عصار اللي جاب العيد. محتاجين مباني سكانية وما في فلوس نسوي شوارع، يعني الموضوع صعب، موضوع ابدا تماما صعب. تقولون ليش يكسر بيوت وهو محتاج بيوت؟ لا بسوي بيوت هني، هاي بيبنون بيكبرون مساحة لنا يتضخمون فيها، نعطيهم اماكن يرتاحون شوي انهم يتضخمون. بس المشكلة يوم ما يستعملون هالاماكن هاي المصيبة، والمصيبة الأكبر يوم دايما ما عندك فلوس في اللعبة هاي.
وانا دائما ما عندي فلوس ابدا. اترية شو اسمه، اترية سنة اي مبلغ يدخل علي. المشكلة اذا رفعنا الضرائب يطلعون، اذا نزلنا الضرائب ما في فلوس. فانا واللي معيش انك يعيشك في اللعبة هاي، بس الضرائب. لا مش بس الضرائب، انا يعني في من حط تريد عقب اللي هو فرايد شيبينج، هذا شو يسوي لنا ذا اكاديمي، هاي من شغلات الجديدة بعد. هاي الابراج، هذا مع مول، هذا مع مكاتب، نقدر نسوي بناية متكاملة. يبون كازينو، نقدر نسوي لهم الكازينو بعد. يجيبوا ناس ما يحبون أماكن القمار شكلهم. في عنا التريد، والله التريد ديبوت مفيد. إذا أحطي لي واحد هنا الحين بيمشي الصناعية صراحة، يعني حتى إذا في بضاعة زايدة بيمشيها يبيعها، شيء جدا ممتاز. بيمشي البضاعة ويزيدها ويرتب أمورها. تبون مباني سكنية بس ما في فلوس في الشوارع. لكن خلاص نخليها الشوارع داخلية بعد. حتى الشوارع داخلية ما فلوس، حتى هاي ما فيها فلوس. شو هذا؟ أظلم بهتان بصراحة، جدا جدا. المهم نجينا من الإعصار، نجينا. صار في وقته نفسه هذا ممكن يكون قاتل، خرب المدينة كاملة. يعني هم بيبدون يتطورون أصلا. يا الله أحلى منظر في اللعبة، يوم يبدون يتطورون. شوفوا قامت عماير تطلع والسكان وهذا عندهم خدمات مرتاحين. بس في شيء ما قاعد يستوي صح، انا اللي اظني محتاج اسويه الحين غير اني اطالع عمال اتطور. ادبر لي 10,000، ادبرها ثلاثة، برفع الضرائب عليهم، زاد السكان برفع عليهم شوية الضرائب. انا شوية تم لعبه مع الضرائب، احاول اني اسرع من مشوار اللعبة، لان هاي دام انهم قاموا يطورون عماير بيونا ناس تسكن. ما دام طفنا الالف المدخول راح يتحسن. بس الحين محتاج احطيه اللي هو التريد ديبوت. هاي التاكسس، اعرف ان التاكس عالي، اعرف انه عالي. انا ما قلت ما اعرف. ناخذ انا هذا ونحطي كيو تريد ديبوت. هذا راح يشل الصناعية، شل راح يزيد مدخولهم، يزيد الوظائف، يزيد الناس، يزيد العالم. وفوق هذا إذا عندهم منتوج زيادة ممكن يطلعون البرع، مش لازم ينتظرون إن نحن مثلا نسوي لهم الحين شيء. هم ممكن يتصرفون في المنتوج المحلي مالهم. الناتج المحلي يفرق وايد في هذا. هني انا اتذكر كان في مول بترول في الزاوية، وما له من خربة. مول بترول، مول بترول كان مكانا ما هنا. نبى البترول نحن، هذا هو. ايوه هني بالضبط. فاللي بيستوي سوي شارع بالضبط على البترول.
لازم اجيبه في زاوية حلوة. نبقى الرصاصي كل الغامق مع ذاك. اوكي هذا بيدخلنا فلوس، هذا بيدخل فلوس فلوس، ما يمزح. نبدأ نحط الاويل، هذا اويل ويل نوت ابروفد، لازم يكون عندنا هاف وركينج ووتر. زين عندنا ماي. زين هاف 7 اندستريال بيلدينجز 6 سو فار. اوكي بنزيد شوي المناطق التجارية. بانا كهرباء، يوه وين ندخل في مشاكل الكهرباء. مصنع هذا بروحه بيستهلك كهرباء بشكل خرافي، مش تنه بيرحمنا يعني. هل نضايقهم شوي؟ زعلهم زعلهم زعل زعلهم خلونا نزعلهم على طول. بحط انا الكول على طول، ما نبدأ نطلع شوية فلوس. اوكي احنا مشينا حالنا، بس الناس حصل كهرباء، ما حصل الكهرباء بعد بيطلعون وبيسووا لنا حشرة ما نبغى نحن يسووا لنا حشرة. ايوه نقدر نحط اويل اندر يور سيتي، زين عندنا اويل الحين مو مشكلة، احنا نعرف مكان الاويل. مشكلتنا مش في الاويل الحين، مشكلتنا في 37,000 اللي لازم ندبرها، واللي هو حتى ما عندنا لونز ناخذ. بس الحين بنرجع لتكبير المدينة، من يستوي عندنا المبالغ وكل شيء اساس نسوي الاويل، بنسوي اويل بنبدأ نسوي تجارة على طول. لازم نكون شوي اقتصاديين اكثر في المكان، لو ما كنا اقتصاديين اكثر راح يسوي المشاكل. هذا كله تجهيز للبترول النفط. المشكلة عقب اروم اهدم شوي بيوت، بسوي شيء خلي الناس تي تداوم، خلي يكون عندنا عمال ودخلوا علينا فلوس ويزيدون. انا مزيد المدينة كم يبغى عشان تطور؟ انا اخاف اني خربت على هذا بكبرة من هذا الحديقة. يبغى 5000، احنا ما وصلنا ليفل 1 يا حبيبي، يا حبيبي على الفشل، ما وصلنا ليفل 1، ما وصلنا ليفل 1. الحين لازم بس نصلح المصيبة اللي انا سويتها. جبت العيد. يا الله بعفوك. انزين الحين قام يستوي عندنا مدخول، قام يستوي عندنا غيره وغيره وغيره الى اخره الى اخره الى اخره. ف عندكم فلوس اعطوني فلوسكم، ندق 15% على طول وبنزله، ندق 15% بنزله، ندق 15% بنزله. مو مشكله عادي. مونثلي بروفيت بلس ترانزكشن 160,000 وين 160,000 يا صح مونثلي هذا مش يومي. خليت تشكونا شوي عقب بنزل عليهم التاكس، ما يصيحون علينا. المشكلة إذا صاحوا علينا بعد ما فينا يسوون حشرة. بالنزلة 9% مرة ثانية، accept take the bond، هاي 30,000. بس بندخل في مصيبة ثانية أنا متأكد. المصيبة الثانية اللي هي تكاليف المصنع هذا. الحين لازم نحطي ماي، لازم نحطي شو اسمه، لازم نحطي كم من شغلة لازم نحطيه. بس يسوى يعني الوضع يسوى. خلينا يبدون يصيحون مو مشكلة، من يبدون يصيحون مش كول لا ولا اور. وين صار؟ ها هذا هو يا رجل، خوفتني اقول اللي بتلعيد انا ولا شو. اكثر شي مكان حطيه هني، طيب هني نبدأ نستغله من بدايته، من بدايته. هم زعلانين الحين بس ما عليكم، بيرضون بعدين بيرضون. الحين زعلانين، عقب يميهم فلوس يهم الخير، تيهم الوظائف. ما بيقولك والله انا زعلان، لا يا ابوي عنده وظيفة عنده فلوس عنده كذا، الناس بتيبة تسكن، بس الحين لا وظائف ولا غيره، زعلانين. فأظن هذا بالنسبة لهذه الحلقة اللي بنسويه، وما بنسوي شيء ثاني. الحلقة الجاية بنكمل وبنحط لكم لا إله إلا الله،
بنحطي بخليه يشتغل في تجارة مصنع البترول. سيدي حار بحار ما في، عشان المدن اللي عقبها تكون متخصصة. ونشوفكم في الحلقة الجاية.